الصيف على الأبواب والنظارة الشمسية الأنيقة شيء أساسي في الإطلالة، وموضة النظارة دائماً متجددة وأحياناً نحتار إيش نختار. في محكمة الموضة نساعدك لاختيار ما هو الأنسب لك ولشخصيتك، ونوفر عليك تشتري نظارة تندم عليها. نرحب بخبيرة المظهر لمى علاء الدين. يسعد صباحك لمى. فل يا ريم، كيف صباح الخير. يعني موضوع مهم طبعا، الصيف على الأبواب وموضة النظارات الشمسية في تجدد، خلينا نشوف نعم أو لا إيش نختار والوجهة المناسبة. عندنا ريم عشان بلش، عندنا 8 أشكال من الوجوه، وكل شكل له نظارات بتلبق له، النظارات لازم يبتعد عنها بالمرة. فنبلش بأول شيء الوجه المستطيل اللي هي مثل أنجلينا جولي، اللي بيكون الجناب عنده أطول من فوق وتحت. هذا لازم يبتعد بالمرة عن الأشكال المستطيلة أو الأشكال المربعة، لأنها يعني بتبين وجهه أكثر، بيروح للكات آي. الكات آي كتير تلبق له، ترفع ترفع العيون على فوق. هذا أول نوع وجه. حلو، شكل وجه. طيب جميل، نشوف اللي بعده. سارة بولر، بالنسبة إلها الوجه المربع أكثر من مش مبين هو كتير مربع، بكون كل الأجزاء زي بعض، فهي برضه تبعد عن المربع والمستطيل والأوفر سايز المربع اللي هلأ موضة، وتروح للبيضاوي أو المدور. بالبق لها كتير. طيب حلو، يعني اللي وشها مربع تروح للمدور كذا أسهل. بالضبط. تمام. طيب نشوف كمان الصورة اللي بعدها. نانسي عجرم، الوجه البيضاوي اللي هو الايديال اللي احنا بنلحقه اصلا بالمكياج وبكل شيء، هذا كل انواع الاطارات بتلبق له، بس الاحلى عليه دائما المربع او الكات اي، ويبتعد عن المدور او البيضاوي. حيدور الوش زياده. بالضبط، والاوفر سايز كمان بياكل الوجه. صحيح. صحيح. طيب كمان نشوف اختيار اخر. كثير بحب وجهها، وجهها صغير مرة، هذا المثلث اللي هو بيكون من فوق عريض ومن تحت مدبب. أكيد تروح للنظارات المدورة الصغيرة وما تروح للأوفر سايز، لأنه بيأكل وجهها، يكون حجمها مرة صغير. بالضبط. هذه نادرا لما تحسب أي أحد. هلأ كثير موضة هذول، هلأ بتلاقيهم كل المحلات. مظبوط. مظبوط. طيب نشوف الاختيار اللي بعده كمان. بالنسبة إلها درو باري مور، وجهها المدور، فبتلاقيها هلأ كتير بكثرة. أكيد أكيد تبتعد عن المدور لأنه ببين وجهها بزيادة وبدوره بزيادة. تروح للمربع أو للأوفر سايز، هلأ كتير هدول موضة الأوفر سايز. المربع سايز رجعوا موضة تاني، كانت زمان قبل 15 سنة تقريبا. هلأ عملت فيديو كل النظارات القديمة رجع. هلأ صرعت موضة كويس إني أطلع القديم فما يرموا إيش الناس. طيب خلينا نشوف كمان صورة أخرى لوجه آخر. سارك جيسيكا باركر، سارك جيسيكا باركر الوجه المطاول طويل، كتير طويل ونحيف كمان. ونحيف بالضبط، فأكيد المدور الأوفر سايز كتير بيلبق لها، وتبتعد عن الكات آي. صح، الكات آي ممكن بتسحب الوجه أكثر وبتخليه طويل أكثر. طيب صورة أخرى عندنا. أحلام، هذا النوع الأشكال من الوجه الألماسي بسموه، اللي هو بيكون مدبب من تحت ومدبب من فوق، والأكثر عرض عنده الفك. فهذا يروح عن أي إطار عنده زوايا وأضلاع، يروح دائماً للإشي الأفياتر مثلاً كتير بيلبق لها، المدور بيلبق لها، الأفياتر أحلى إشي لوجهها. أنا هذا الاختيار لي الآن آخر سنتين ثلاثة ثابتة عليه. وعلى العموم بيلبق على كتير وجوه. أي بيلبق رجالي ونسائي. صح بالضبط. طيب عندنا كمان صورة أخرى. أنا بحبها كتير سكارليت يوهانسون. طبعاً. وجهها اللي هو القلب اللي كنا نحكي عنه قبل البث. القلب هون بيكون إيش الفرق بينه وبين المثلث؟ إن هون أخف الحدية على الجو لاين، فهاي تبتعد عنها الكات آي لأنه بيزيد العرض هون فوق، وتروح للمدور أو الأوفر سايز بيطلع كتير حلو عليها. أنا زي الوش ده. أنا كتير قلب. بس أنا قلب مليان. قلبك كتير حلو أبيض.
معقولة ألبس المدور مرة أحس المدور ما ينفع؟ تعرف أنا قلت لك قلب قبل الهواء، بس هلا عم بحسه أكثر مربع. ما أنا هذا اللي بقول وجهي حير أحيانا، تشوفيه من زاوية يديكي شكله ومن أنا لازم نقعد ونفحص. هلا أنا دائما بقول إذا الواحد بيحتار على المراي أو ياخذ سيلفي وبإيده يرسم كثير بساعده يعرف تقريبا وجهه شو شكله. أنا يبغى لي أجرب المدور، دائما أتحاشاها. تخيل بيطلع عليك حلو مع الخدود ما بدك حيطلع. أجرب المدور الصغير حلو برضه. طيب في عندنا صورة أخرى. طيب هذه هي كل الصور. طيب بالنسبة للألوان، هل إنه إيش الألوان اللي نلتزم بها؟ نستطيع إننا عاد صيف وبحر نروح على الألوان ولا نثبت على الكلاسيكي الأسود والبيج أو البني؟ هلأ دائما نلزم بلون شعرنا والبشرة تبعتنا. مثلا بحس الناس اللي رايحة قاش بتروح تلبس بني أو الأشياء الأندرتون تبعها دافي ما بيلبق، فدائما اعتمدي الألوان المشتقة من بشرتك ومن شعرك ريم. يعني ما تروحي مثلا إذا أنت الأندرتون تبعك بارد ما تروحي دافي، وإذا الأندرتون دافي ما تروحي هلا مثلا نيون، ما تروحي الأزرق الفائع، روحي دائما ألوان تتناسب معك وهيك تكون سموث. كمان شيء ريم، الحاجب تبعك، رسمة الحاجب تبعتك امشي معاه بالإطار، ما تمشي عكسه. بتعرف مثلا الحواجب اللي طالعة لفوق وانت ماشي مثلا ستريت بتصير في تعارض بخطوط الوجه، هذه كتير نقطة ما بيعتمدوها. وكمان الإطار وحجم الإطار بالنسبة للوجه، إذا وجهك صغير ولبستي الإطار العريض أكل وجهك، فشوي نهتم بهاي التفاصيل الصغيرة كتير بتفرق معنا وبتخفف الوقت ما بين ننكش كل المحل ولا بس نختار الإطارات اللي بتلاسك. طيب وماذا عن النظارات اللي طالعة على شكل قلب، على شكل نجمة؟ هدول الكتشي بالضبط. مين البسها؟ فين البسها؟ في عنا شخصيات اللي هي بتحب هاي الأشياء اللي هي كتير ترندي، فأكيد تروح لها طول ما بتلبق لوجهها، بس نعرف شكل الوجه وشكل الإطار هل بيلبق لنا أو لا. واللبس ستايل كمان، ما ألبس ستايل كلاسيكي وألبس قلبي بالضبط أبداً بزبطش. شكراً لوجودك كمان، شكراً على كل هذه النصائح. Thank you.